أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس الساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من
أخيه شيء. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. Tamat sudah kelas pengajian kita. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.